احنا عرفنا ربنا عن طريقين، عرفناه بالعقل، بيقولوا في المثل الدارج ربنا عرفوه بالعقل، لكن العقل مضل وخطاء وما كانش هو الطريق الأول. المعرفة الأولى جت عن طريق الأنبياء، وهي المعرفة الحقة الموثقة. ربنا بلغ جميع الأنبياء نفس الكلام ونفس الرسالة من آدم إلى الخاتم. الدين اللي جه به الكل واحد، قل لا إله إلا الله ثم استقم، توحيد وعمل صالح. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمال جت الفرقة منين؟ جت بعد موت الأنبياء وتفرق الأتباع وتقادم العهد على الكتب ودخول التحريفات من أصحاب الهوى وأصحاب المصلحة. واحتاج الأمر إلى تذكير وإلى تصحيح معلومات، فتكررت بعثات الأنبياء وتكرر نزول الكتب إلى أن ختمت بالقرآن. أما باب المعرفة الثاني فكان العقل، والعقل زي ما قلنا اجتهادي يخطئ ويصيب. العقل شطاح، خطاء، ابن هوى، ابن جدل، والعقل أداة مسخرة في يد الأقوياء. وعشان كده قصة العقل مع المعرفة الإلهية متاهة تخبط فيها الفلاسفة والعلماء وأهل المصالح وأهل السياسات وأبناء اليوم وساكن الغابة البدائي. العقل البدائي كان معبوداته الخوف، كان بيستعبده الخوف. العقل البدائي كان بيستعبده الخوف، وعشان كده معبوداته الأولى كلها كانت قوى الطبيعة. كان بيحاول يسترضي قوى الطبيعة بأنه يسجد لها. عبد المطر والريح والرعد والبرق، وعبد النار وعبد الشمس وعبد القمر وعبد النجوم. ورأى البدائي أبوه الميت في المنام فعبده، ونشأت عبادة الأجداد. لكن الإنسان البدائي كان عاوز حاجة يمسكها كده، يعني حكاية إنه يعبد روح أبوه دي ما كانتش، وعاوز حاجة يمسكها. فتصور البدائي حلول أرواح الأجداد في الحيوانات، ونشأت العبادة التوطمية، عبادة العجل وعبادة البقرة وعبادة الجعران وعبادة التعبان والضبع والتمساح والشجرة. ثم لم يكتفي البدائي بحكاية ان هو يعبد شيء ماشي في الغابة، لا، هو عاوز حاجة كده ياخدها عنده في البيت كده، يمسكها كده ويسجد لها كل يوم. فبدأ يرمز للأجداد بتماثيل وأصنام ويعبدها، وحفظ لنا التاريخ أسماء كتيرة لأجداد عبدوا: ود وسواع ويعوق ويغوث ونصرة، كل دي أسامي لأجداد عبدوا. ونعرف إحنا في تاريخ مصر القديمة أم حتب الطبيب المصري والحكيم العظيم بعد أن مات عبد وقدس، وكانت تقدم له القرابين. ودخل من باب عبادة الأجداد دخل عبادة الحكام والجبابرة، ونصب الفراعين والطواغيت أنفسهم آلهة وأبناء آلهة، وسخروا الكهنوت
لخدمته. كثرة كثيرة وأعداد كبيرة من الآلهة، ويبدو إن الإنسان استكثر أو الكثرة دي، فابتدى يصفي فيها شوية بشوية، فابتدت هذه الكثرة تصفصف في النهاية على إلهين: إله خير وإله شر، إله نور وإله ظلم، إله حياة وإله موت، زي فيشنو وسيفا في الديانات الهندية. وبعدين ظهرت أول محاولة للتوحيد في مصر القديمة على يد أخناتون، لكن التوحيد الأخناتوني ما كانش توحيد خالص، كان توحيد ناقص، بدليل النشيد نفسه اللي كتبه أخناتون للرب، ويختمه يختم أخناتون النشيد قائلا للرب: احفظ ابنك من صلبك أخناتون، احفظ ابنك من صلبك. أخناتون بيكلم الرب باعتباره هو الابن، ابن الرب من صلبه، فلم يكن توحيد أخناتون توحيدا خالصا، ولكن كان توحيد مشوب، لأنه أخناتون نصب نفسه ابن الإله، ومش بس ابنه، ده ابنه من صلبه. حاليا في القبائل البدائية في أفريقيا نجد عبادتهم وعقائدهم مزيج غريب من التوحيد والوثنيات والبقايا الوثنية. يعني مثلا في قبيلة الماو ماو في كينيا نجدهم يعبدوا إله بيسموه موجايي، ويصفوه بأنه خالق رازق مقتدر، واهب للخيرات، سميع الدعاء، جبار، يسكن السماء، ويقولوا عنه أنه واحد أحد لم يلد ولم يولد، وأن ليس كمثله شيء، وأنه خفي ولكن يعرف من أثاره، ويقولوا البرق خنجره والرعد وقع خطاه. ملامح توحيد غريب، ومع كده يجوا برضو يخلطوا هذا التوحيد بالوثنيات والبقايا الوثنية، فبرضو يعبدوا مع الإله الواحد، يعبدوا برضو الأجداد، ويعبدوا الطواطم، ويعبدوا الحيوانات، ويعبدوا الشجر. في قبيلة الشايلوك في جنوب السودان يعبدوا إله يسموه جوك، ويصفوه بأنه خفي وموجود في كل مكان، ويقولوا له: نجنا يا رب، أنت الوحيد الذي بيدك نجتنا، أنت تملك السماء والأرض. لكن برضو يلف ويلف ويقولوا إن الإله جوك ما يقدرش ينفذ قراراته إلا بمساعدة نيا كانج. نيا كانج ده الملك بتاعهم، برضو أشركوا معاه الملك في تنفيذ القرارات. في قبيلة الباري بالقبائل البدائية تعبد إلهين: جان لوكي رب السماء، وجان لوكاك رب الأرض. في قبيلة الدينكا بيعبدوا إله بيسموه نيالاك، نيالاك ترجمتها باللغة بتاعتهم يعني الأعلى أو الذي في السماء، لكن يقولوا برضو إن هذا الإله أنجب من عذراء ابنا، أنجب ابنا من أم عذراء، وبيسموه عندهم دنج ديت. في قبيلة النوير يعبدهم الرب كاوس، يسموه كاوس، وأطفاله ملائكة السماء. واضح جدا في هذه القبائل ان في اثار توحيد، ملامح توحيد، وان اختلطت بوثنيات قديمة. طيب يا ترى هذه الملامح التوحيدية جت منين؟ جت منين؟ هل في انبياء غير الانبياء اللي بنقرأ عنهم في التوراة والانجيل والقرآن؟ مؤكد فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عن الانبياء، يقول له: ومنهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. يعني كلام صريح معناه ان في انبياء انت ما تعرفش خبرهم، واحنا بالتالي ما نعرفش خبر هؤلاء الانبياء. وربنا يقول: ان من امة الا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل امة رسولا. يعني معناها عبر التاريخ كله ما فيش امة في اي مرحلة الا وجالها نبي. طبعا معناها بسيط جدا، ان لازم يخفى علينا عدد كبير جدا من الانبياء اللي نزلوا بكلمات من ربهم. فاذا محتمل قوي ان هذه
ملامح التوحيدية اللي موجودة في القبائل البدائية جت عن طريق أنبياء جم برسالات، وبعدين تقادم عليهم العهد واختلطت رسالتهم بالكثير من التحريف. الغريبة إن مهما رحلنا في التاريخ أو مشينا على الخريطة جغرافيا شمال جنوب شرق غرب، هنجد إن الإنسان كان بيعبد شيء باستمرار، كان بيعبد شيء من أول ما عصرنا إلى على أول أثر. في الحضارة الفرعونية واضحة، ده مكتوب على البرديات، لكن في الحضارات اللي قبل كده اللي ما كانش فيها كتابة، وفي عصور حجرية سالفة، وفي عصر الإنسان الأول اللي بنسموه النياندرتال اللي موجود هياكله في منطقة العراق وفلسطين، غريبة جدا إنهم لقوا الميت مدفون بطريقة معينة. كل الموتى محطوطين في وضع جنيني كما لو كانوا نفس الوضع، بيقلدوا نفس الوضع في الرحم، دليل على ان طقوس الدفن كان لها طقس محدد بالذات. كل ما واحد يموت قبل الدفن يكعوروه كده زي اللي قاعد في رحم، ورجليه كده متنية كده وقاعد كده اهو. وجميع الهياكل وجدت في هذا الوضع الجنيني، طبعا معناها صريح جدا انهم بينظروا للارض بحالها على انها رحم، وان الانسان سوف يولد من هذا الرحم من جديد. ده دين على طول، يعني ده معناها انها يعني في هذه المرحله البائده البعيده جدا في التاريخ اللي ما يعرفش لا قرايه ولا كتابه، الانسان الاول، هذا الانسان الاول عبد، ومش بس عبد، ده مؤمن بانه هو هيبعث، وانه هو هيقوم بعد موته، وانه هو هيحاسب، بدليل الشهاده اللي موجوده مكتوبه على جبين الجماجم والهياكل وهي معموله في وضع جنيني بالشكل ده. العجيب اللي اكتر من كده انك تلاقي ان الهياكل اللي موجوده في العراق بالشكل ده، وبعدين تلاقي في انجلترا، شوف ده فين وده فين، هياكل برضه مدفونه، ويفتحوا عليها يلاقوها محطوطه في وضع جنيني برضه. فايه، شوف اللي جاب العراق واللي جاب انجلترا، وهل في كم مواصلات توصل من ده لده؟ دي معناها طبعا بشكل قطعي ان الانسان عبد، عبد ربنا سبحانه وتعالى منذ ان وجد، وإن العبادة قديمة قدم وجود الإنسان نفسه. موقف الفلسفة كان موقف تجريدي، واختلطت الفلسفة تيارات ملهاش آخر، وكل الفلاسفة تحس لما تقرأ لهم إنهم بيتحسسوا شيء، كل واحد بيسميه باسم شكل. أرسطو قال لك ان في سبب اول هو اللي خلق كل شيء، سمى ربنا السبب الاول، وان ربنا خلق الوجود وسابه. ما ارسطو ما اعتقدش بفكرة العناية، هو بيقول ربنا خلق كل شيء وكان السبب الاول في ايجاد كل شيء، لكن خلق الخليقة وسابها، والخليقة هي بحكم شوقها الى الله سبحانه وتعالى هي اللي بتسعى اليه. أفلاطون بيسمي الله في فلسفته مثال الخير، لأن مثال المثل الجامع لكل الخيرات هو في نظر أفلاطون مثال الخير. وهو أفلاطون في نظره العالم عالمين، عالم الواقع اللي احنا عايشين فيه، وعالم آخر بيسميه عالم المثل. كل شيء في عالمنا له نظير في عالم المثل، الحصان في حصان زيه في عالم المثل، لكن كامل 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 لا يعتبره النقص في أي شيء. وكذلك الوردة وكذلك الغزال، كل شيء موجود في عالمنا له نظير في عالم المثل، وهو نظير كامل. والعالم بتاعنا خلق كنوع من المحاكاة والتقليد لعالم المثل، لكن تقليد ناقص. وعالم المثل فيه كل المثل اللي تصورها، وعلى رأسها مثال المثل جامع الخيرات الله سبحانه وتعالى اللي بيسميه أفلاطون مثال الخير. في فلسفة هيجل بيسمي الله، يسميه المطلق، وبيقول ان حركة الفكر كلها صاعدة الى المطلق، الافكار تتلاقح، الفكرة تثير نقيضها، ومن الفكرة والنقيض
يتركب تركيب جديد، التركيب الجديد يثير نقيض، النقيض مع التركيب يعمل تركيب تاني، وهكذا في عملية تلاقح للفكر. هذا التلاقح صاعد إلى الله سبحانه وتعالى، بيسميه المطلق. وهيجل ما بيفكرش إلا في عالم المعاني والأفكار، وبيعتبر أنه هو ده العالم الأصيل، الفكرة أولا ثم المادة. فهو مشغول دائما بعالم المثل وعالم اللي بيسموه الفكر الجدلي المثالي. بيركسون بيقول ان في قوة هائلة بيسميها عنده الطاقة الحية الدافعة، إيلون فيتال، بيقول ان هي وراء كل الوجود. شوبنهاور بيسميها اسم تاني، يسميها الإرادة. كانت بيقول لا يمكن اطلاقا العقل يتعرف على ماهية الله سبحانه وتعالى او يدركها، وان العقل قاصر عن ادراك الماهيات، العقل بس يدرك ظواهر. طيب عرفت منين ربنا؟ يقول انا عرفت ربنا بالضمير، بحاسة الضمير، لان انا بضميري بحس ان انا باستمرار عندي شوق وعاوز اوصل للعدل وعاوز اوصل للقيم. والعطش الى الماء يدل على وجود الماء، العطش الى العدل يدل على وجود العادل. فالحافز اللي جوه ضميري هو المؤشر اللي بيدل على وجود الله سبحانه وتعالى. نيتشه رفض إله الرحمة، وقال إن الرحمة هتشجع وجود الضعفاء وهتحمي المهازيل، فرفض إله الرحمة مع إنه كان أشد الناس احتياجا إلى الرحمة، لأنه مريض بالزهري الوراثي والزهري وصل لغاية مخه. ومع كده نيتشه رفض إله الرحمة ومجد إله القوة والبطش، وبشر في كتبه بأن إله القوة والبطش هيطلع من الإنسان نفسه، سماه سوبرمان، وكتب كتاب اللي هو هكذا تكلم زرادشت، تجنن به الشباب الألماني، خلاهم يعيشوا في أحلام القوة والسيطرة والعظمة. ومن هذا الشباب المجنون طلع هتلر، وفي مرحلة فكرة القوة غمرت أوروبا كلها. فطلع هتلر وطلع موسوليني وطلع فرانك وطلع مع عماليق كبار وفاشية ونازية وحروب، ثم انكسرت الموجة، فهتلر انتحر وموسوليني قتل وآخر العماليق مات اللي هو فرانكو. لكن كانت ولد ديناصور كبير في عالم الفكر اسمه كارل ماركس. كارل ماركس بدأ برفض كامل لفكرة وجود الله سبحانه وتعالى، وقال إن ما فيش إلا المادة وقوانينها، وإن المادة تطورت من الذرة إلى المجرة إلى الإنسان إلى شكسبير، وهي في حركة ذاتية بتعمل ده كله. تسألوا مين قنن القوانين؟ أن يعني كل قوانين لها مقنن، يقول لك والله أنا بشوفش اللي قدامي، أنا هحلل بس اللي قدامي، أنا ليه حلل اللي قدامي. ولم يكتفي ماركس بأنه هو قدم فكر، ده قدم أنواع من التطبيق عاوز يقلب بها العالم كله. وما زال الفكر الماركسي في حالة فعل في التاريخ، وفعل سيء طبعا للأسف، لأنه قلب العالم على بعضه وحرض الطبقات وضربهم ببعض وأشعل الأحقاد، وما زالت الفتن مشتعلة. طبعا شايفين أن الفتن اللي عملها ماركس حتى بدأت تقتل أصحابها نفسهم مشعليها. فكمبوديا وفيتنام في حرب، شيوعيين نفسهم بيقتلوا بعضهم بعضا. في الواقع قارئ الفلسفة بعد هذه الرحلة ما بيطلعش بشيء يذكر خاصا بالمعرفة الإلهية، يمكن نقول بيطلع أكثر توهانا، بيبدأ بسؤال وينتهي بألف سؤال، وفي الواقع ده عيب الفلسفة، لأن الفلسفة تسألها السؤال فمش بترد عليك بجواب، دي بترد عليك بعشر أسئلة، فإذا سألت عشر أسئلة تخليهم ألف وما تطلعش منها بأي جواب أبدا، تزداد حيرة. هي يعني إذا كان لها فايدة فلا أكثر من رياضة ذهنية، هي نوع من الرياضة الذهنية فقط في قضية الوجود الإلهي والمعرفة الإلهية، لا أكثر من رياضة ذهنية، لكن لما تطلعش منها بشيء، زي ما بيقولوا الفلسفة تعكر ولا تصطاد. بالعكس كان رد فعلها على المدى الطويل بالنسبة للجيل اللي بيقرأ من الشباب،
إنها يعني خرجت جيل تايه متخبط، إنسان العصر بتجد فيه حاليا كل الأنماط اللي تتصورها. تجد المادي الذي يعبد المادة، وتجد المذهبي الذي يعبد النظرية، وتجد عابد نفسه وعابد هواه وعابد لذته وعابد لحظته، وتجد العلماني اللي ما يفكرش في أي حاجة ومسألة الدين وربنا مش مطروحة في ذهنه بالمرة. هو يقعد ممكن يفكر في النملة وياخد دكتوراه في النملة وما يفكرش في رب النملة بالمرة. يقول لك أنا ليا اللي قدامي العلم مبني على شواهد الحس فقط، أنا ما أقدرش أبدا أبني أي قضية على غيب، ثم المسألة مش مطروحة خالص في ذهنه. لكن يبقى قلة من المؤمنين ومن أهل التخلق والكمال. واضح إن في فراغ ديني، مش بس هنا في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط، ده في العالم كله. يعني المدهش إنك تبقى في أوروبا في قلعة العلم والتكنولوجيا وتلاقي شعوذات غريبة جدا، تلاقي جمعيات وثنية، وتلاقي جمعيات سحر، جمعية تحضير أرواح، جمعية يوجا، جمعية أطباق طائرة، ولهم مجلات ولهم محاضرات ولهم مؤتمرات، جمعية الاتصال بسكان المريخ، جماعة بتعبد الشمس وبتتقابل في الهرم في مصر كل سنة، جمعية العقيدة الأخناتونية لها برضو جمعية في أوروبا. تسمع عن واحد بيدعي أنه هو اسمه مون وحواليه ملأ وناس، تسمع عن جيم جونز يطلع في أمريكا ويجمع حواليه الناس وألوف ويروح يعمل مستعمرة يقول لهم هي دي حتكون الجنة في جوايانا. فإيه اللي يحصل في الجنة؟ يجرع السم لكل أتباعه ويعملوا وليمة انتحار يموت فيها 1000 ويقتل نفسه. شيء غريب، إزاي الناس دول وش مشي ورا هذا الراجل اللي وعدهم بالجنة وبيكلمهم بلغة الإنجيل ولغة الديانة الكاثوليكية وعامل مبشر وعامل راجل راهب وعامل راجل بتاع كنيسة وبيجمع تبرعات و إلى آخره. إزاي الناس يمشوا متخدرين وراه؟ وإزاي تنتهي الأمر إلى أنه يحرف الديانة لدرجة أنه يعملها مجزرة يعني؟ كانت قصة عجيبة قوي قصة جيم جونز، وكلنا قريناها في الجرايد وعملوا عنها مسلسلات تلفزيونية وكتب رهيبة عن مجزرة جويانا. غير كده تلاقي برضو في أوروبا جماعات شهود يهو وبرج المراقبة، اللي هي بقايا الجماعات الماسونية القديمة لسه موجودة ولها أتباع وعمالين يعملوا دعاية بقرب الساعة وإن القيامة على الأبواب، ولهم ناس وملأ بيحضرهم وكتب ومطبوعات. شيء غريب. قطعا كل هذه الشواهد تدل على فراغ ديني، فراغ ديني دي حقيقة في العالم كله. إيه سببه؟ سببه أولا إن المؤسسات الدينية لم تستطع أن تتصل بالشباب، اللغة المشتركة اللي بينها وبين الشباب مفقودة، لأن المؤسسات الدينية بتتكلم بلغة وديباجة قديمة مش عاوزة تطور أسلوب المخاطبة بالمرة. إحنا مش عاوزين، ما نقصدش بالدعوة العصرية إن إحنا نغير المضمون إطلاقا، المضمون الديني ده مضمون أزلي لا يتغير، لكن أسلوب التخاطب. لأن الشباب الموجود دلوقتي اللي هو نتيجة تربية جماعية وتربية علمية ومتعود على العبارة الموضوعية المختصرة، إنك تحط إيده على طول على الحقيقة ومتعود على النظرة العلمية التشريحية التحليلية إلى الأمور، ده أسلوب. المؤسسات الدينية ما تطورتش في أسلوب الكلام، أسلوب التخاطب، والنتيجة إن في فجوة هائلة بين المؤسسات الدينية وبين الشباب. أصبح الشباب ممكن يستمع لأي صارخ في برية يقوم يعرف يجيد لغة تخاطب ولو كان هذا الرجل مضل يجري وراه، لأن في فراغ كمان سببه إنهم شافوا الزعامات الروحية قدامهم والمسل الكبيرة بتتهاوى، الشيوعية تفشل، الرأسمالية بتفشل، الابن بيشوف أبوه اللي هو المفروض المثال بيشوفه يفجع فيه، يخيب أمله فيه، يعني
شكل المجتمع كمجتمع في النهاية مجتمع فاشل، ما بيديش صورة للشاب اللي طالع بأنه هو ده الصح، بيحس أن كل شيء غلط. طب إيه هو الصح؟ المؤسسة الدينية مش قادرة تكلمه، مش قادرة توجد العبارة المشتركة اللي بينهم يكلموا بعض، فبيدي ودنه لأي صارخ في برية يقول أنا الله أنا النبي أنا حقول. فده عمل فراغ الديني وعمل كل هذا التخبط الموجود. والإنسان ما يقدرش يعيش من غير ما يعبد، محال. نشوف طرف من الموضوع ده في الفيلم عشان نكمل كلامنا بعد كده، وحنشوف فعلا إن الإنسان ما يقدرش يعيش من غير ما يعبد. الفيلم من بدء التاريخ بنلاحظ فعلا نلاحظ الآثار بتتكلم. الموت كان مدخل الدين ومدخل الفلسفة، لأنه هو البوابة إلى العالم الآخر. ماذا بعد العالم الآخر؟ هنا بيجاوب الدين. أصبح الإنسان لا غنى له عن الدين. جميع الديانات من يهودية ومسيحية وإسلام وديانات هندية عودا في التاريخ لغاية ما نوصل للديانات الفرعونية ونجد على جدران المعابد ميزان الآخرة ومحاكمة الميت والقلب يوزن، فإذا رجحت كفة الشر على كفة الخير فالوحش منتظر عشان يأكل القلب. هذا الوحش قاعد مستني، إذا كفة الشر رجحت في القلب فبيأكل القلب وبينزل بيه إلى جهنم. ديانات مكتوبة، لكن الديانات اللي قبل كده لم تخلف لا برديات ولا كلام يشرح ماذا كان يعبد الناس. كل ما نعصر عليه بنعصر على حجارة أحيانا خرساء. في إنجلترا لقوا آثار للإنسان العصر الحجري، ولقوا بين المخلفات اللي هي السكاكين الحجرية والمطاوي الحجرية اللي كان بيستعملها، من سكاكين من الصوان. شوف سكينة من الصوان من العصر الحجري. في العراق وجدوا بقايا للإنسان الأول اللي بيسموه نياندرتال، إنسان نياندرتال ده من 60,000 سنة. طبعا عرفنا إزاي بيعرفوا عمر الجثة من حلقة سابقة عن الزمان بالساعة الذرية، اللي هم ياخدوا حتة عظم ويحرقوها ويعملوا حسبة ويعرفوا دي بقالها قد إيه. شوفوا هنا لقوا إيه، لقوا الجثة مدفونة في وضع جنيني. شوفوا الرجلين متنية ازاي، شوفوا الرجلين متنية هو محني. بيحاولوا يصوروا ده في صورة عشان يعني يجسموا، دي معناها في طقوس دفن. وبنشوف ان الميت هنا عم يحطوه في وضع مقرفص كده زي وضع تمام الجنين في الرحم. طبعا ده يدل ان هم فكرة ان الارض رحم
إن الجثة تولد في يوم من الأيام منه، وإن يكون هناك بعث، وإن الموت ليس نهاية القصة. الكلام ده في العراق من 60,000 سنة، كل ده معقول. لكن كمان في إنجلترا نلاقي نفس الحكاية على البعد الشاسع بين العراق وبين، شوف ده إيه وده إيه، ومفيش مواصلات. دي مدافن في لقوها في إنجلترا، مدافن جماعية فيها أعداد كبيرة من الأموات مدفونين. وهم بيشوفوا الجثث ووضعها رغم إنها تعرضت للبلا والتآكل عبر ألوف السنين، لكن الغريبة إنهم برضه لقوا من الوضع الجنيني. شوف، الركبة متنية، الباقي مش متآكل. في مدفن تاني ده متهنة، شوفوا الدماغ والجذع والركبة المتنية نفس، بالرغم من إنه يعني هيكل هالك، لكن نفس الشيء. الميت مدفون في وضع جنيني كما لو كان الأرض رحم، والأرض في يوم من الأيام هتدفعه زي ما الرحم دفعه، فولد من أمه وهيولد ثانيا من الأرض. يعني دي فكرة البعث بشكل يعني مكتوب كده بدون لغة، مكتوب بالشفرة كده، مكتوب بالرمز. كانوا دايما يحطوا على المقابر علامات كده حجرية ضخمة جدا. من علامات حجارة برضو الجمجمة. والغريبة إن بعض الموتى بيحطوا جنبهم آنية فيها الأسلحة بتاعتهم والأدوات. طبعا ده ليه معنى صريح برضو، إن الميت دفن معاه أدواته. وشوف الوضع الجنيني نفس الوضع، ومدفون جنبه أواني فخارية. شوف الوضع الجنيني ومعاه أواني فخارية فيها كل لوازمه وأسلحته. ليه؟ لأنه هيصحى تاني. متصورين ان هو لازم سلاحه يكون في ايده. احساس موجود منذ الازل. فكرة حرق الجثة كانت ما يعني في بعض القبائل وبعض الامم مرتبطة بان النار هي اطهر العناصر، فحرق الجثة يعني تطهير الجثة. فمن هنا جت طقوس الحرق يعني، خاصة في الهند. الحرق مرتبط بالتطهير برضو. حتى فكرة تشوف هنا الوضع الجنيني، شوف الوضع حاجة غريبة خالص. برضو هنا الأواني فيها أكل، وفيها أسلحة وأدوات، وفيها كل ممتلكات الميت. لما بنشوف القبائل الموجودة حالياً زي ما حكينا برضو، بنلاقيها فيها خليط غريب قوي من فكرة التوحيد وفكرة الوثنية. دي بيرقصوا رقصة الخصوبة والحصاد والربيع، وعندهم هناك يعبدوا إله الربيع وإله النماء، يسموه عندهم مانا. مانا هو قوة النماء والخصوبة وبعدين ملاحظ ان هم دايما في الحفلات يلبسوا اقنعه الحيوان، وفي اهتمام شديد قوي بانهم يعملوا الاقنعه والريش ومش عارف ايه. زي ما شفنا الحيوان عندهم مش مجرد حيوان، ده هم الاجداد واخدين صوره بعثهم او تناسخوا في شكل او حلوا في روح الحيوانات. فعشان كده في تقديس للحيوان، وفي تلاقي الواحد يلبس لبس حيوان او يلبس قناع حيوان. في كهوف في فرنسا وجدوا رسوم غريبة قوي للإنسان البدائي، تدل الرسوم على انه هذا الإنسان كان فنان يعني. يعني الخطوط الجميلة دي المعبرة تدل على إيد فنان رسم
الخيول والغزلان وأدوات الصيد. ودائما زي ما شفنا فيه اهتمام شديد بالحيوان، يعني الحيوان ليس مجرد حيوان هنا، ده بقى له رمز. رمز، شوفوا عامل قناع غريب ازاي، ويلبسوا ريش الطيور إذا كنت تعتقد إن الحيوان ده جدك فالمسألة تختلف كتير جدا، يعني هيبقى بس عادي لما تلبس قناع حيوان، يعني أكن يعني احترام للجد وإحياء لتقاليده. شوفوا بيعملوا ألوان غريبة أوي في وشهم، وأنواع من الزينة. ده في الهيمالايا بيرقص لإله الجبال، هناك يعبدوا إله الجبال. برضو الأقنعة وبعدين هنا الأسد، في ليبيا برضو لقوا كهف كبير قوي فيه رسوم غريبة جدا من أيام الإنسان البدائي، فيها فنية غريبة قوي في كهوف تسلي في ليبيا. شوف أدوات الصيد والسهم غزال، اليد الخالقة. ده إله الخصوبة والتناسل، في الهند عبادة الأم المقدسة، دي الأم المقدسة في الهند برضو منحدرة من فكرة الخصوبة والتكاثر والتناسل. في إنجلترا لقوا تحت ممر، هذا الممر اللي هو معمول من البوص، لقوا تماثيل لإله، أصنام كده يتصوروا إن دي عشان يحفظ المسافر عبر الطرقات، توصل الطرقات اللي فيها سفر أو ممرات أو كده، لقوا فيها تحتها دايما التماثيل دي عشان تحفظ المسافر. التماثيل ده، التمثال ده لقوه تحت ال في الواقع لما دخلت المسيحية إنجلترا، لا دي قبل المرحلة برضو، دي قبل المسيحية، في منطقة في إنجلترا بيروحوا لها دايما بالعربيات ويتفرجوا عليها، في شواخص حجرية على الطريق بيروحوا لها في الويك اند، بقايا أثرية. هي اللي هناك دي طبعا ما حدش يقدر يعرف دي كانت بقايا ايه، هل بقايا معبد او بقايا مسرح او بقايا قصر امير او محكمة قبيلة.
ما فيش شيء مكتوب يدل على أي حاجة. حوالين الأعمدة الحجرية وفي أماكن متناثرة بيلاقوا عند المدخل الحجرة الكبيرة دي، يبدو أن نهر التيمز يميها كان جنب، بيشق طريقه جنب المعبد، حاجة تاريخية قديمة قوي دي. برضو في الطريق شواخص حجرية بين قبل ما حصلوا المعبد بمدة، يبدو أن كان فيه حفر حاليا مملوءة بالجير. الفنان بيحاول الحقيقة يتخيل الحياة، وبيرجع بذهنه ويرسم صورة في الخيال لما كان عليه المعبد أو المسرح أو المحفل، فبيتخيل إيه اللي كان بيحصل. محدش عارف إيه اللي كان بيحصل. فالخيال حر يتصور ما يريد أن يتصوره. لم يبقى من كل هذا التاريخ إلا شواخص حجرية. مجرد أجندة محيت منها الكلمات، وأوراق تأكلت منها الحروف. أيضا عبادة الشمس وتتبع ما يحدث في السماء، عبادة النجوم، عبادة القمر. لقوا في قبائل الفايكنج عربة شمس، من ضمن الآثار القبائل الفايكنج لقوا عربة الشمس اللي هي اللي احنا شايفينها دلوقتي. عربة الشمس تدل على عبادة قديمة خاصة بالشمس والنجوم والسماوات عند قبائل الفايكنج. لما المسيحية دخلت إنجلترا في الواقع رفضت كل هذه الآلهة رفضا تاما، فأصبحوا من يوميها نوع من العفاريت والشياطين المنبوذة. دخلت كل ده في الفولكلور الموجود حاليا باعتبارها عفاريت وشياطين ومردة وسحرة. وأصبحت مرفوضة عقائديا. رأوا أنواع من الغيلان
هم الغيلان اللي موجودين في الفولكلور دول هم أصلا كانوا الآلهة اللي بتعبد زمان. الغيلان دي هي ما تبقى من الآلهة القديمة بعد دخول المسيحية ورفضها للعبادات الموجودة كلها. واضح أن الإنسان فعلا في جميع مراحل تاريخه كان هناك شيء يعبده، لم يستطع الحياة دون أن يعبد بالمرة. العبادة موجودة بوجود الإنسان. الديانات الهندية والفارسية واليهودية والمسيحية، ثم ختمت بالإسلام. هو في الواقع عاوزين نقف وقفة عند موضوع التوحيد، لأن ده أهم نقطة، هو ده الخلاصة وهو ده نهاية الرحلة في قضية الأديان، وهو ما أكد عليه القرآن وما أكد عليه الإسلام. والتوحيد بمعناه الحقيقي شديد البساطة. الواقع الإسلام شديد البساطة جدا، لأنه بيرد كل القوى وكل المؤثرات إلى مؤثر واحد، الله سبحانه وتعالى. لما نسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك منك. شيء غريب يقول له بك منك، ما بيقولش اللهم إني أعوذ بك من الشيطان أو من المرض أو من العذاب أو من الزلزال أو من الخسف، لا، يقول له أعوذ بك منك. ليه؟ ما هو عارف إن هو اللي خلق الشيطان، هو الشيطان جه منين؟ ما هو ربنا اللي خلقه. ربنا خلق الشيطان وخلق المرض وخلق الميكروب وخلق الزلزال، وهو بيده مقاليد كل شيء. فالنبي بيختصر السكة كلها خلاص، ويخلع كل الأسباب، وتبقى الحكاية عبد ورب على طول. اللهم إني أعوذ بك منك. ده هنا بساطة التوحيد. النبي أسقط جميع الأسباب وخلع كل الأسباب ووقف عند المسبب، ما هو ربنا اللي خلق الشيطان وهو اللي بعته وممكن يكفه، يبقى إذن خليني أتعامل مع الله وبس. الأول يستعيذ بصفة من صفة: اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. بيستعيذ بصفة من صفة، والصفتين في الذات الإلهية وكل الصفات في الذات، وبعدين يلخص القضية ويخلع كل حاجة ويقول: اللهم إني أعوذ بك منك. شوف البساطة. اللهم بك أصبحت، يقول: اللهم بك أصبحت وبك أمسيت، اللهم بك انتصرت، اللهم بك أصول وبك أقول، ولا فخر لي. ابتدى يخلع نفسه كمان، يقول لبناته: يا زينب إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا. خلع نفسه من الموضوع، يقول للناس: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم، وهو النبي سيد البشر، لكن عشان يعلمهم التوحيد: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. خلع نفسه: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. كمان خلع نفسه من نفسه، فما فضلش حاجة، فضل ربنا سبحانه وتعالى بس. وده هو التوحيد. الناس يقولوا له: أغثنا يا رسول الله، فيقول لهم: لا تستغيثوني، إنما يستغاث الله. خلع نفسه، وبعدين خلع نفسه من نفسه، يقول: أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. خلع نفسه من نفسه، فما فضلش حاجة إلا الله سبحانه وتعالى. وده هو التوحيد وبساطة التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى أكد على الكلام ده في القرآن، يقول للنبي: ليس لك من الأمر شيء. يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
يقول له إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليه؟ الشفاعة لله جميعا، الشفاعة لله جميعا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. اتبسطت الحكاية خالص، بقى كل شيء مردود لله سبحانه وتعالى. مش بس النبي خلع نفسه، ده المؤسسة الدينية كلها اتخلعت خلاص، بقى ما فيش إلا ربنا سبحانه وتعالى، وكل شيء مردود إليه في الأول والآخر، إليه يرجع الأمر كله. كل قوى الطبيعة جنده، الزلازل والأعاصير والسيول والفيضانات والبراكين كلها جنوده. هو مالك الملك، مالك لناصية الميكروب وناصية الحشرة، ومالك لناصية الدابة، وهو واضع السم في العقرب والرحيق في الوردة. كل ما يضر لا يضر إلا بإذنه، وكل ما ينفع لا ينفع إلا بإذنه. توحيد، بساطة شديدة، رد كل شيء إليه. هو النافع والضار، ولأن ما فيش في الدنيا إلا نفع وضرر أو ما بينهما، يبقى كل الدنيا توضعت بين قبضتيه خلاص. لا إله إلا الله، أصبح معنى لا إله إلا الله معنى خطير، وهو مش مجرد كلمة. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، ده لا إله إلا الله عند المؤمن بتتحول إلى أخلاقية وإلى سلوك وإلى شخصية معينة وإلى نفسية معينة. لأن إيه معنى لا إله إلا الله؟ لا إله الجزء النافي الأول، النفي، لا إله يعني لا مهيمن، لا حاكم، بتنفي الحاكمية والهيمنة من كل شيء. معنى كده إيه؟ تحرير الإنسان، معناها تحريره من كل المخاوف، معناها خلع كل المخاوف، معناها فك جميع العبوديات، معناها التخفف من كل التبعيات. لأن ما هو ما فيش لا حاكمية إلا له ولا هيمنة إلا له، معناها انكشاف كل الدعاوي. ما حدش يقدر يقول لي أنا أرزقك، هقول له لا، ده ربنا اللي بيرزق. لأن مدام قلنا لا إله وشلنا الحاكمية وشلنا الهيمنة وشلنا كل ده وديها لله، اديناها ربنا وحده خلاص، يبقى انكشفت كل الدعاوي. حدش يقدر يقول لي أنا أرزقك، حدش يقدر يقول لي أنا أقتلك، لأن أقول له المحيي والمميت هو الله. النتيجة إيه؟ حرية، خلع كل المخاوف، التحرر من ربقة جميع العبوديات، التخفف من كل التبعيات، انكشاف كل الدعاوي. ثم النتيجة إيه؟ النتيجة إن المؤمن يبقى أقوى الكل وأشجع الكل وأصبر الكل على البلاء، ما هو ما بقاش يخاف من حد. أكثر الناس برا وفضلا وكرامة لأنه بيتعامل مع الكريم، هو في غيره؟ أكن دي ثمار خلقية، نتيجة الإيمان بلا إله إلا الله. الكلمة هتثمر في النفس أخلاقيات معينة، لا غرور ولا خيلاء. النبي بيقول اللهم بك انتصرت، بيقول اللهم بك أصول وبك أقول ولا فخر لي. ثم لا حصر على فوت ولا زهو بمكسب. ليه؟ لأن ما هو كل ما جاء ويجيء وسيجيء في إيد ربنا سبحانه وتعالى وفي علمه، ما خلاص هو اللي بإيده مقاليد كل شيء، يبقى أنا علي اجتهد وبس. إنه ما فيش داعي للحصرة على فوت ولا زهو بمكسب، لأن دي كلها في العلم ودي كلها مقدرة. أنا بشتغل لأني مأمور بالشغل واستفراغ الوسع ونعمل كل جهدي، لكن التوفيق التوفيق بالله خلاص عليه. ثم كمان لا إله إلا الله تثمر تواضع. المؤمن يقول ربنا قدرني ودفعت، ربنا مكنني وبنيت. ثم تثمر توحيد الأمم، ثم توحيد الشخصية، لأن الشخصية مش هتبقى مشتتة بين عدة ولاءات وعدة مخاوف. لا، ما بخافش من ده، بخاف من، لا، بخاف من واحد بس واطمع في واحد بس واحاول استرضي واحد بس. انتهى. الشخصية كلها تتوحد زي ما تمسك حبات مسبحة
وتسلكها في خيط واحد. كل ده في بساطة، لا كهنوت ولا مؤسسة دينية، انت علاقتك بربك مباشرة على طول. اني قريب اجيب دعوة الداعي، اينما تولوا فسمى وجه الله. هو الظاهر في كل المظاهر، وهو جمال كل شيء وأبهة كل شيء. الأرض كلها جعلت للمؤمن مسجدا. بساطة شديد، 5 كلمات فيهم كل الدين: قل لا إله إلا الله ثم استقم. 5 كلمات هي الدين كله. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.